لم تعد الهيمنة الإعلامية قادرة على تضليله وخداعه. يحتاج أيضا يحتاج إلى التوضيح كثير، يعني الرأي العام يحتاج إلى التوضيح كثير من بهذا الخطاب حقيقة، الخطاب المهم اللي تفضلون به حضراتكم. نحتاج إلى توعية كبيرة للمجتمع، لأنه تدري الإعلام العربي يعني يشتغل مع إسرائيل. ومن الذي يسمع الإعلام العربي؟ بتقول لي من؟ ممتاز. يعني أنت تعرف أنه في الكيان الصهيوني عربي. يسمعون نصر الله أكثر مما يسمعون الحكومة الإسرائيلية. في الكيان. في داخل الكيان. إذن إحنا أمام متغير كبير. أنا قلت أننا لم نصل إلى نهاية الشوط، ولكن الكيان في منحدر وسيصل أكيداً. تمام. إلى نهاية.